فقرة من هو لتتعرف على ممثلك المفضل، وموضوع الفيديو عن بير كوكتاي وسيراي كايا. ولد بيرك في 28 أكتوبر سنة 1982 بأنقرة، تعمل أمه كمعلمة ووالده محاسب. بدأ بيرك حياته المهنية كعارض أزياء وسنه حينها 16 سنة، ثم عندما بلغ 18 من عمره انضم لوكالة عرض الأزياء في أنقرة، وليلتحق بعدها بفريق أوغوركان إيريز في اسطنبول. فاز بعدها بجائزة العارض الواحد سنة 2001، ثم سنة 2003 فاز في مسابقة أفضل عارض أزياء في تركيا، وأصبح وجها لأفضل العلامات التجارية. انضم بيرك في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2006 لأكثر من 100 عرض، وقد استقر سنة 2004 في باريس، وعمل حينها مع العديد من العلامات التجارية، أبرزها علامة غوتشي وعلامة برادا، وكان ينتقل حينها للعمل بين ميلانو، طوكيو، دبي وموسكو. عاد بعدها سنة 2006 لإكمال تعليمه الجامعي، فهو متخرج من جامعة أنقرة قسم الهندسة البيولوجية. تلقى بعدها بيرك عرضا للتمثيل في فيلم سينمائي سنة 2007، ما جعله يبدأ تلقي دروس التمثيل في مدرسة تورفاك، وليوقع بعدها عقدا مع شركة إريلير فيلم للإنتاج. طول بيرك 1.88 سنتيمتر ووزنه 75 كيلوغرام، ديانته الإسلام. تزوج سنة 2016 من مروى سارابيتش أغلو، وليتطلق بعدها، ثم تزوج ثانية سنة 2022 من الممثلة يلدز جاكري. قام بيرك بإجراء عملية تجميلية بعد أن أصيب سنة 2013 في وجهه إثر هجوم شرس شنه عليه كلبه من فصيلة روتويلر، فكان الجرح بحجم 35 غرزة. شارك بيرك في إجمالي 10 أعمال فنية إلى الآن، وهي دور ليفانت في مسلسل مشكلة حلوة 2007، دور مراد في مسلسل محطة أكاسيا 2008-2009، دور سينان في مسلسل الأزقة الخلفية من 2009 إلى 12، دور هاكان في مسلسل ما زال لدي أمل 2013، دور بارازان في مسلسل الحب لا يمكن تجنبه 2014، دور كان في مسلسل حالة العلاقة معقدة 2015، دور كاغان في مسلسل المحارب 2017-2020، دور تشاتاي في مسلسل التفاحة الممنوعة 2020-22، والآن هو يبدع بدور فرات في مسلسل القليل من ضوء النهار 2023. وقد فاز بيرك إلى الآن بجائزة أفضل ممثل من جامعة يديتيبي، وجائزة إيج الخامسة للإعلام، وجائزة كاتيو سنة 2016. ولدت سيراي في 4 فبراير سنة 1991 بمنطقة بيوغلو في اسطنبول. هي ابنة نيلوفار كايا وحسن كايا. براي التي أرادت أن تكون ممثلة منذ الطفولة، التحقت بمركز صدر أليشيك لدراسة التمثيل، وذلك بعد إكمالها للدراسة الثانوية. فبدلا من الذهاب إلى الجامعة اختارت أن تدرس التمثيل فقط كما كانت تحلم دائما. وقد عملت سيراي خلال فترة دراستها الثانوية كفنانة مكياج في صالون تجميل خاص، ما جعلها تعمل على مكياجها الخاص في موقع تصوير المسلسلات حاليا دون مساعدة. طول سيراي 1.66 سنتيمتر ووزنها 52 كيلوغرام، ديانتها الإسلام. وقد فقدت والدها سنة 2019 بسبب نوبة قلبية أصابتها. كانت بداية سيراي بالمشاركة في بعض المسرحيات داخل المركز الثقافي الخاص بمركز صدر أليشيك، ولتشارك بعدها بأول ظهور لها في مسلسل شارع السلام سنة 2012. وقد ظهرت إلى الآن في 8 أعمال فنية، وهي دور ميراي في مسلسل عائلة زوجي 2014، دور جول في مسلسل فقط ابتسم 2016، دور ماريا في فيلم الأتراك قادمون 2020، دور سيرين في مسلسل امرأة من 2017 إلى 2020، دور لينا في مسلسل المؤسس عثمان 2021، دور جيمري في مسلسل محكوم 2022، والآن هي تبدع بدور إليف في مسلسل القليل من ضوء النهار 2023.
هذه كانت جميع معلوماتنا الرسمية عن بطلي مسلسل القليل من ضوء النهار، بير كوكتاي وسيراي كايا. نلقاكم بخير في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.